التاسعة مساء في القاهرة، أهلا بحضراتكم، وهذه نشرة مفصلة من القاهرة الإخبارية. أهلا بك رغدة. أهلا بك يا منى، وأهلا بحضراتكم، والبداية دائما بأبرز وأهم العناوين. ستارمر يختار جون هالي للدفاع وديفيد لامي للخارجية وإيفات كوبر للداخلية في الحكومة البريطانية الجديدة. 10 شهداء جراء غارات للاحتلال على مناطق شرقي مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. والصحة العالمية تحذر من نقص الوقود الذي يشكل خطرا كارثيا على النظام الصحي في غزة. Was convicted and fined for breaking the rules. What do we want? He's not being honest with everyone about his plans to raise their taxes. I'm your Prime Minister on July 5th. The flights will go to Rwanda. The flights could go off. We will rebuild Britain. قرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين كل من ريتشارد ريفز وزيرة للمالية وديفيد لامي وزيرا للخارجية. كما عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنجلا راينر نائبة له وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية، فضلا عن تكليف جون هالي بحقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة. هذا ويواصل ستارمر مشاورات تشكيل حكومته بتكليف من الملك تشارلز الثالث. وأكد ستارمر أن حزب العمال جاهز لتقديم الخدمة للشعب البريطاني، متعهدا في كلمته من أمام 10 داونينج ستريت بإعادة بناء بريطانيا والعمل على خفض فواتير الطاقة لجميع المواطنين. العالم الآن عبارة عن بركان، ونحن بحاجة لأن نعمل سويا ونعيد بناء بريطانيا بإرادة موجودة في كل جزء من أجزاء مجتمعنا، وأن تكون شوارعنا آمنة وحدودنا آمنة والجميع يتم التعامل معه باحترام وخفض فاتورة الطاقة على الجميع، وسنقوم بإعادة بناء البنى التحتية للفرص طوبة فوق طوبة سنضعها معا، وهذه هي خطواتنا لإعادة. كان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد كلف زعيم حزب العمال كير ستارمر بتشكيل الحكومة الجديدة. وقبل تشارلز الثالث استقالة رئيس حزب المحافظين ريشي سوناك من منصب رئيس الوزراء والوزير الأول في المملكة المتحدة بعد خسارة حزب المحافظين للانتخابات البرلمانية أمام حزب العمال. الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية يضع آمالا كبيرة على زعيمهم ورئيس الوزراء المنتظر كير ستارمر، إلا أن المهمة لن تكون سهلة وسط تحديات جمة في مقدمتها العبء الضريبي الذي من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب انخفاض مستويات المعيشة. تحديات ضخمة تنتظر رئيس الوزراء البريطاني المنتظر كير ستارمر بعد الاكتساح الذي حققه حزب العمال في الانتخابات التشريعية التي جرت في بريطانيا مؤخراً، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين للبلاد.
وقد أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية إلى الإضرار بالاقتصاد. وقد شهدت بريطانيا على إثرها سلسلة من السنوات المضطربة، بعضها من صنع حزب المحافظين، الأمر الذي جعل العديد من الناخبين متشائمين بشأن مستقبل بلادهم. ستارمر تعهد للبريطانيين بتقديم ما سماه ضوء الشمس والأمل مرة أخرى بعد أن شهدت المملكة المتحدة فترات عصيبة وتحديات كبيرة، كما تعهد للبريطانيين بعودة البلاد مرة أخرى لما وصفه بالمكانة التي تستحقها في العالم بعد تراجع دورها بشكل كبير خلال الأعوام الماضية. المسؤول البريطاني الجديد وجه رسالة للمواطنين قال فيها إن المهمة لن تكون سهلة، بل ستتطلب عملاً شاقاً وصبراً وحزماً، موضحاً أن الخيارات صعبة، إلا أنه سيعمل على عودة بريطانيا للساحة الدولية بصورة فاعلة مرة أخرى. وتأتي التحديات الاقتصادية في قلب التحديات الرئيسية التي تواجه حزب العمال في بريطانيا، كذلك أسعار السلع الأساسية، كما تعاني الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من ضغوط شديدة. فوز كبير لحزب العمال في الانتخابات البريطانية أخرج خصومهم المحافظين من حكم استمر ل14 عاماً، فوز وسط تحديات تتطلب من الحزب الفائز وضع سياسات اقتصادية فعالة وتحركات سياسية دولية منتظرة بعد انحسار كبير لدورها خلال السنوات الماضية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك تقديم استقالته من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد النتائج المؤسفة في الانتخابات. أوضح سوناك خلال مؤتمر صحفي تحمله مسؤولية فشل حزب المحافظين بالانتخابات العامة، لافتا إلى أن الحزب يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات. بعد هذه النتائج سأتنحى كرئيس للحزب، ليس فورا ولكن عندما تنتهي الترتيبات لاختيار سلفي. بعد 14 عاما في الحكومة، أن حزب المحافظين يتخذ دورا أساسيا الآن كمعارض بشكل فعلي. قال عضو مجلس العموم البريطاني أفضل خان إن الحكومة الجديدة لديها أولويات وأهداف كثيرة على رأسها التعليم والصحة والأمن. وأضاف خان في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن الحكومة الجديدة ستعمل على إصلاح القانون ودعم الشركات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. حزب المحافظين كان لديهم ليلة سيئة للغاية بالأمس بسبب هذه النتائج المخيبة للآمال بالنسبة لهم. الآن أصبح لدينا حكومة جديدة تحقق كافة الآمال. إن الحكومة في بريطانيا لديها ميثاق واضح تماما ولديها الكثير من القدرات، ولكن لابد من الاستغلال الأمثل لهذه القدرات. فبالتالي هناك كثير من التعهدات للشعب البريطاني أننا سوف نفي بكل تطلعاتهم ونقدم كافة الخدمات اللازمة من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل. عوامل عدة دفعت البريطانيين إلى التغيير، لعل أبرزها ارتفاع الأسعار والتضخم وتردي الرعاية الصحية. كذلك شهدت حقبة حكم حزب المحافظين العديد من التغيرات الكبرى التي كان لها كبير الأثر على حياة البريطانيين، من بينها الأزمة المالية العالمية والخروج من الاتحاد الأوروبي. الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار والتضخم وتردي الرعاية الصحية عوامل أساسية في التغيير الذي دفع البريطانيين إلى اختيار نواب حزب العمال. فخلال 14 عاماً شهد البريطانيون أحداثاً داخلية وعالمية كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي، من بينها التقشف بعد الأزمة المالية العالمية والخروج من الاتحاد الأوروبي وما نتج عنه من قيود على التجارة وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. هذه العوامل كانت لها انعكاسات في السياسات بين حزب العمال والمحافظين والتي أثرت على الانتخابات. فحزب العمال ينادي بزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم،
ويؤيد سياسات توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتخفيف الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بينما كان حزب المحافظين يتبنى في فترة حكمه سياسات تقشفية تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص كوسيلة لتعزيز الاقتصاد ومحاولة تقليل الدين العام. كانت سياسات حزب العمال ترتكز على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة لتمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، فيما تبنى حزب المحافظين سياسة خفض الضرائب. ويأتي انهيار الرعاية الصحية في المركز الثاني كمحرك للبريطانيين، حيث يرون أن تردي الوضع الصحي كان من أسوأ مكتسبات حكم المحافظين، ويهتم حزب العمال بتعزيز حقوق العمال والمساواة الاجتماعية، فضلاً عن دعم التشريعات البيئية والتصدي لتغير المناخ والقضاء على استخدام الكربون، فيما يركز حزب المحافظين على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. أما ما يخص السياسات الخارجية، يدعم حزب العمال تعزيز التعاون الدولي والمساعدة على حل النزاعات الدولية بشكل سلمي، بينما يركز حزب المحافظين على الدفاع عن مصالح بريطانيا وتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين. أوضاع كثيرة أدت إلى نتائج رآها كثيرون منطقية، ويبقى على حزب العمال إثبات صحة نظرياتهم عند تطبيقها على أرض الواقع، أخذاً في الاعتبار مواجهته معارضة شرسة من غريمه التقليدي حزب المحافظين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلعه لاستمرار التعاون بين مصر وبريطانيا بما يعكس العلاقات الوثيقة والعمل المشترك لتحقيق التنمية والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس المصري وهنأ خلاله كير ستارمر ورئيس وزراء بريطانيا بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية. أما الآن فمع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل مع الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له أنه لا تزال توجد فجوات بين الجانبين للوصول إلى صيغة للاتفاق. أعلن زعيم معسكر الدولة الإسرائيلية بني جانس دعمه أي صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد جانس أن حزبه سيدعم أي خطط في الكنيسة من شأنها إعادة المحتجزين، كما تناول الاتصال تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ومستجدات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المقترح الذي حصلت عليه حماس من أجل التوصل إلى هدنة جديدة هو الأفضل حاليا، لافتا إلى أن الحركة لا يمكن أن تحصل على نسخة أخرى أفضل من ذلك. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن غالانت أبلغ الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن أن عدم التوصل إلى صفقة تبادل الآن يعني عدم التوصل إليها للأبد.
هدد وزير التراث الإسرائيلي بمعارضة أي اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية إذا تضمن وقفا للحرب في قطاع غزة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وزير التراث الإسرائيلي لحزب القوى اليهودية قوله إن أي صفقة محتملة من شأنها نهاية الحرب سيعارضها حزبه بصرف النظر عما هو مكتوب في الاتفاقية. وسبق لحزب القوى اليهودية اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير أن أعلن مرارا رفضه أي اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب على غزة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني مقرب من مباحثات السلام قوله إن حركة حماس لم تعد تتمسك بشرطها السابق بالتزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق. وأكد المسؤول الفلسطيني أن حماس ستسمح للمفاوضات بتحقيق وقف إطلاق النار الدائم خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق، لافتا إلى أن الطرفين إذا احتاجا إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار فسيكون عليهما التعهد بعدم العودة إلى القتال مرة أخرى. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعياته في خان يونس ورفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه 73 بعد 200. وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين شهداء وعددا من المصابين بعد قصف جوي للاحتلال على حي الدرج شرقي مدينة غزة شمالي القطاع. وحضر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن نقص الوقود يمثل خطرا كارثيا على النظام الصحي في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 10 أشهر. قال أدهانوم إن 90,000 لتر من الوقود فقط دخلت غزة أول أمس الأربعاء، مؤكدا أن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80,000 لتر يوميا، وهذا يضطر الأمم المتحدة بما ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خيارات مستحيلة. أفادت القائم بأعمال مدير إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إيناس حمدان بأن 190 منشأة تابعة للوكالة قد تضررت من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أكدت المسؤولة في أونروا التزام الوكالة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 2,000,000 فلسطيني في القطاع. عدد كبير من منشآتنا تضرر، يعني نتحدث نحن عن ما يقرب من 190 منشأة أونروا تضررت إما بشكل كلي أو جزئي، حتى عدد من هذه المنشآت قصف أكثر من مرة. كان هناك مثلا أعداد من النازحين كما تعلمون يحتمون بمراكز اللواء التابعة للأونروا، ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا أثناء احتمائهم بهذه المراكز طيلة الأشهر الماضية. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من مدينة خان يونس جنوبي القطاع والتأثر نحو 250,000 فلسطيني بأوامر الإجلاء. وأكد الاتحاد الأوروبي أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضا مرضى مستشفى غزة الأوروبي وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل جزئيا في جنوب القطاع. وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات الإجلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة وتؤدي إلى تفاقم كارثة الوضع الإنساني مع نزوح ما يقرب من 1,900,000 مواطن فلسطيني داخل القطاع. يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال معابر غزة وإغلاقها ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم 60 على التوالي. يأتي هذا رغم تحذيرات منظمات الإنسانية والإغاثية والمطالب الدولية بإعادة فتح المعابر لتفادي حدوث مجاعة والإنقاذ أرواح آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
ومن جانبها أكدت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره. وشددت حماس في بيان لها على رفض أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، كما أشارت أيضا إلى رفضها أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر. ونبهت حماس على أن إدارة قطاع غزة بعد إنهاء العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطياف فيه كفة. دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف لامي أنه سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وشدد على أنه سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وتتصاعد تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتصل إلى كل القطاعات الحياتية وعلى رأسها التجارة وعمليات البيع والشراء. أزمات شديدة الخطورة يواجهها التجار في قطاع غزة الذين ما إن نجوا من القصف حتى وجدوا أنفسهم ضحايا للحصار وارتفاع الأسعار وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة. هم الغزيون على عهدهم متمسكون بالحياة وإن ندرت صورها، مرحبون بالموت على قدر قربه منهم. فمن أفلت من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة يعاني الآن ويلات تشبثه بالحياة. ومن بين هؤلاء أصحاب الأعمال الحرة والتجار الذين يدفعون ضريبة النجاة من الموت بمكافحتهم حاليا للإفلاس وإغلاق أعمالهم بعدما لم تنجو محلهم من الحرب نفسها. برغم الحرب والصراع ما زال هؤلاء الغزيون متمسكين بمحاولات إدخال الطعام والشراب إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة شديدة، لكن لم يخلو ذلك من مخاطر القتل أو الرشاوى والحصار الإسرائيلي الشديد. على الإطلاق ما في آلية واضحة وما في جهة رسمية إحنا نقدر نحكي معه وتم ترتيب موضوع إدخال بضائع، وهذا بشكل حالة من الفوضى. كمان في تعطل للتجار، في تكاليف عالية بتكبدوها التجار اليوم، لأنه بصراحة التكلفة اللي بتنتقل من خلال معبر طرخوم من كلمة أبو سلم هي مبالغ خيالية، كمان هذا بزيد العبء على تجار قطاع غزة تحديدا. هذا هو حال تجار قطاع غزة الذين لم ترحمهم الحرب ولا الحصار، حتى باتت رحلة السفر إلى الصين أقرب لذلك الطريق إلى غزة الممتلئ بالقتل أو القصف أو الانهيارات. البضاعة غالية لأنه الوضع مش زي الأول، إن أنا من الصبح فارد البضاعة فاردها وما بعتش حاجة. ليش؟ لأنه وضع الناس صعب مش زي الأول، الناس ما حاش مصاري تشتري هيك بضاعة، الضعف ثلاثة البضاعة صارت مش زي الأول. كان بالأول قبل الحرب كيلو التفاح بثلاثة شيكل، اليوم 15 شيكل وبعشرين، المانجا بعشرين شيكل كيلو، كان الكيلو بأربعة وثلاثة بمية وأربعة بمية مش زي الأول. فهيك بنضطر إحنا غصبا عنا يعني بنفرض البضاعة، حتى لو ما فيش بيع بدنا نتشغل بدنا نبيع، لأنه ما فيش إلنا دور، فيش إلنا مأوى، إحنا قاعدين في خيم. المستوطنون هم نوع آخر من الإرهاب يواصل فرض سيطرته على مواطني غزة، لا سيما خلال تمرير بضائعهم واحتياجاتهم عبر المنافذ التي يسيطرون عليها. لا يختلفون كثيرا عن جيش الاحتلال وآلته العسكرية الغبية التي تستهدف كل مظاهر الحياة في غزة، فكذلك يسعون لعرقلة تجارتهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 7 شهداء،
كان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد قال إن القوات تنفذ عملية عسكرية بمنطقة جنين وتطوق مبنى يتحصن به عدد من الفلسطينيين. تشهد الضفة الغربية موجة من التوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء. دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم صفا شمالي رام الله بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع شباب فلسطينيين وسط القرية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز على سكان القرية. هذا وأصيب 5 فلسطينيين بينهم سيدة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفاد إعلام فلسطيني بأن جنود الاحتلال داهموا مناطق عدة في البلدة وألقوا قنبلة صوت باتجاه السكان، كما اعتلوا أسطح المنازل. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية وفيها بعد الفاصل. بوتين يجدد المطالبة بانسحاب كامل للقوات الأوكرانية من مناطق ضمتها موسكو لوقف الصراع. أما الآن نتحول إلى الزميل خالد عاشور ونافذة جديدة من أمام معبر رفح من الجانب المصري لمتابعة آخر التطورات. أنا بك معنا خالد. أهلا بك منى وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي القاهرة الإخبارية أينما كنتم، نحييكم في هذه النافذة اليومية المتجددة من أمام معبر رفح البري. واليوم هو الجمعة، اليوم 73 بعد 200 لهذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. أرحب في هذه النافذة بزميلي مراسلي القاهرة الإخبارية من غزة، تحديدا من خان يونس بشير جبر، ومن القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية. مرحبا بكما. وأبدأ معك بشير، وقبل أن تطلعنا على الجانب الميداني في محاور القتال المختلفة في الشجاعية وغرب رفح وغيرها، أود منك بشير أن تطلعنا على الجانب الإغاثي والإنساني، لأن المعطيات لدينا هنا تقول أنه لليوم الثاني على التوالي يمنع الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات سواء الغذائية أم شاحنات الوقود لليوم الثاني على التوالي. ومنذ يومين تم إرجاع 4 شاحنات مولدات كهربائية من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح مرة أخرى. وكنا قد قرأنا بيان وزارة الصحة الفلسطينية الذي يحذر من أن مستشفى ناصر في خان يونس ربما يطفئ مولدات الكهرباء بسبب عدم وجود الوقود. فإليك بشير، حدثنا عن الجانب الإنساني والإغاثي في ضوء هذه المعطيات، كيف انعكست لديك قبل أن تحدثنا عن الجانب الميداني بشكل مختصر؟ تفضل بشير. تحية لك خالد. يعني بالفعل هذه العرقلة الإسرائيلية المستمرة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأيضا العرقلة المستمرة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وتحديدا على الجانب الفلسطيني من تلك المعابر، أثر بشكل كبير على الحياة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هنا المناطق الجنوبية يعاني الفلسطينيون نقصا حادا في الوضائع والمستلزمات الغذائية، ويفتقدون الطعام والشراب، وكذلك يفتقدون المياه الصالحة للشرب. الأوضاع في شمال القطاع هي أكثر صعوبة من المناطق الجنوبية، حيث المجاعة وسوء التغذية بدأت وتنتشر بشكل كبير في صفوف المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق الذي يعتمدون بشكل أساسي على النباتات وأوراق الأشجار
الطعام في شمال قطاع غزة، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين وزاد من أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم جراء سوء التغذية في شمال القطاع. أيضا على صعيد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مشافي قطاع غزة بشكل عام، هذا الوقود بات مفقودا في هذه المستشفيات، وهناك تحذيرات مستمرة من إدارة هذه المشافي وخصوصا مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، والذي بات هو المستشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة الجنوبية بعد خروج كافة المستشفيات عن الخدمة جراء هذا العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي ينذر بخطورة توقف هذا المستشفى عن العمل خلال 48 ساعة القادمة بسبب نفاذ الوقود في قطاع غزة. أيضا الوقود أثر بشكل كبير على حركة سيارات الإسعاف وكذلك على قدرة الطواقم البلديات في المناطق الجنوبية وفي قطاع غزة بشكل عام من تأدية مهامها وخدمة المواطنين الفلسطينيين، حيث بدأت تتكدس مياه الصرف الصحي والقمامة في الشوارع، الأمر الذي زاد من الحالة الوبائية في قطاع غزة بشكل عام وانتشار الأمراض والأوبئة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، كذلك قلل من إمكانية ومن قدرة تلك البلديات على تشغيل مياه الآبار، وبالتالي لا يوجد مياه في قطاع غزة بشكل عام. هذا على الصعيد الإنساني. أما على الصعيد الميداني، قبل قليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الأهداف على مستوى قطاع غزة، منها القصف الأخير الذي طال مخيم النصيرات قبل دقائق من الآن بالقرب من مخارز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والحديث يدور عن وجود عدد من الشهداء. سبق هذا القصف أيضا استهداف لمنزل في شارع الصحابة في مدينة غزة، واستشهد على إثره 5 فلسطينيين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. سبق هذا القصف أيضا قصفا استهدف محافظة خان يونس وكذلك محافظة رفح، وصل جراء هذين المجزرتين التي ارتقبت في جنوب قطاع غزة إلى مستشفى ناصر ما يزيد عن 7 شهداء والعشرات من المصابين، وبالتالي نحن نتحدث خلال الساعتين الماضيتين عن أكثر من 15 شهيدا على مستوى قطاع غزة في غارات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي. خالد. نعم بشير، أتحول من خان يونس بشير إلى زميلتي دنا أبو شمسية في القدس المحتلة. دنا، ما زال حديث المفاوضات يتصدر واجهة الأحداث خاصة بعد عودة رئيس الموساد من العاصمة القطرية الدوحة. هناك وسائل إعلام إسرائيلية دنا نقلت عن مسؤولين كبار تحذيرهم لنتنياهو من أن يحبط صفقة التبادل هذه المرة. كيف رصدت هذا الحراك السياسي المتعلق بمفاوضات التهدئة واتفاق الهدنة المرتقب دنا؟ تفضلي. بالفعل خالد، من الدوحة إلى تل أبيب كان قد وصل رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي برنيا، والذي توجه لوحده دون الوفد المفاوض للقاء وزير الخارجية القطري وممثلين عن الوساطات لمباحثة ووضع إطار تفاهمي للوصول إلى صفقة التبادل بعد تسليم حركة حماس ردها الذي وصف إيجابيا يوم الأربعاء إلى الوساطة المصرية والقطرية. في إسرائيل ينظر إلى هذا الرد بأنه رد إيجابي ويمكن البناء عليه، حتى قادة الأجهزة الأمنية ووزير الأمن والدفاع يوآف جالانت يقول أنه يمكن البناء على هذا الرد لتشكيل صفقة جديدة قد تمضي إلى الإفراج عن كل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. بني جانس كان قد اتصل في بنيامين نتنياهو وقال له بأنه يدعم أي تحركات قد تمضي إلى الإفراج عن المحتجزين، وكان هنالك بعض الأصوات التي تتساءل هل هذا يعني عودة بني جانس إلى الحكومة الإسرائيلية، كذلك الحال إيزنكوت وغيرهم من قادة الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينظر أنه يمكن البناء على هذه الصفقة. من يرفض هذه الصفقة هو اليمين المتطرف إتمار بن كبير، صبيحة اليوم حسب يدعوت أحرنوت كان قد قال وأوعز بحل الحكومة الإسرائيلية، وقال سموتريتش بأن هذا اتفاق فاشل و خسارة بحق إسرائيل. الرهان اليوم إذا ما كان نتنياهو سيستمع إلى كل هذه الجهود والوساطات والضغط الأمريكي وحتى رأي الموساد والشباب وممثل جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، أم أنه سينصاع لليمين المتطرف. الخلاف حسب ما يقول رئيس الموساد الإسرائيلي برنيا يتركز حول النقطة 14 أو البند 14، وهو بأن إسرائيل تقول بأنها ترفض توقيع أن حماس ترفض توقيع في تحديد المدة الزمنية لهذه التفاوضات. إسرائيل تقول
بأن إذا لم يكن هنالك تحديد زمني لهذا الإطار أو لهذه العملية فهذا يعني لربما تأجيل الإفراج عن الجنود الرجال والعسكريين، ولربما تتخذ هذه أوقات أطول من هكذا بكثير، ولربما إسرائيل لم تستطيع إلى عودة القتال وسوف ينظر إليها في المحافل الدولية على أنها خرقت هذا الاتفاق، وسيتلزم من مجلس الأمن بضرورة وقف فوري لإطلاق النار. هنالك بعض المعضلات والعراقيل التي ما زالت عالقة عندها إسرائيل تحاول تقليل هذه الفتوات وهذه القوة كما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية. شكرا لك دانا أبو شمسية من القدس المحتلة على هذه المعلومات والتفاصيل، وأشكر أيضا زميلي بشير جبر من خان يونس، شكرا لكما. وعودة إلى الزملاء في الاستوديو، عودة إليك منى في ختام هذه النافذة اليومية من أمام معبر رفح البري. وأنا بدوري أشكرك شكرا جزيلا الزميل خالد عاشور، كنت معنا من هناك مباشرة، شكرا جزيلا لك. وتنطلق في مصر غدا أعمال مؤتمر يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية. يشارك في المؤتمر الشركاء الإقليميون والدوليون المعنيون بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية بشأن سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة. أعلن الجيش السوداني تحرير منطقة الراشدين غربي أم درمان واسترداد عدد كبير من مركبات وممتلكات المواطنين المنهوبة. أضاف الجيش السوداني أنه أمن الطرق والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد دحر ومطاردة الدعم السريع من مدينة الدندر جنوب شرقي ولاية سنار. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت فرار أكثر من 60,000 شخص بسبب القتال بمدينة سنجا ومناطق أخرى بولاية سنار، وحضرت مفوضية اللاجئين من عواقب وخيمة على أوضاع الفارين من القتال بولاية سنار. هذا وتتصاعد الأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من عام حتى كادت تتحول إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم حسب وصف الأمم المتحدة. وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بنحو عاجل وسط تحذيرات من مجاعة محتقة. من غزة الأبية للسودان حيث الأزمة ذاتها ذات المشاهد القاتمة والأكثر ألماً، فالحزن لا يختلف، الخوف والموت وقتل الأبرياء، صرخات المستضعفين، صوت انهيار المباني، تشريد ونزوح الملايين، حتى الجوع ذاته، وكأن المشهد نقل بنفس التفاصيل من أرض لشقيقتها، إلا أن الألم في السودان كان أكبر، فلا أعداء ولا محتلين، بل يقتل الأبرياء بنزعات داخلية تغرس سهام الخذلان بقلب تلك الأرض السمراء. وعلى غير المتوقع صنفت الأزمة في السودان كأكبر مأساة إنسانية في العالم، حيث الأرقام المرعبة، فأرض 47 مليون نسمة فر منها نحو 10 ملايين من ديارهم منذ اندلاع الحرب بين الدعم السريع والجيش السوداني، أي أكثر من 5 سكانها، فيما قتل أكثر من 30,000 شخص وأصيب أكثر من 70,000 آخرين، حيث مجاعة مؤكدة تهدد مصير الملايين من أبنائه، لا سيما هؤلاء الفارون إلى المخيمات والحدود حيث منعتهم الحرب من الوصول إلى الطعام اللازم للحياة، فيما منعت فرق الإغاثة من إنقاذهم. حال السودان بعد أكثر من عام على الحرب استفز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العاجزين كعادتهما عن ردع أي نزاع دموي قاتل يشهده ذلك العالم، لكنهما حذر من أن نحو 25 مليون شخص
يحتاجون إلى المساعدة والدعم الإنساني العاجلين، بما في ذلك 14 مليون طفل. منظمة إنقاذ الطفولة حذرت أيضاً من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة بينهن أولات حمل مهددون بالموت بسبب الجوع، فيما يعاني أكثر من 1.9 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، فضلاً عن أمراض أخرى كالجفاف ونقص السكر وغيرهما الكثير من الكوارث. يثير تصاعد قوة تيار أقصى اليمين في الغرب لا سيما أوروبا قلقاً بشأن حسم ملفات دولية ومصير تحالفات تقودها الولايات المتحدة، ومن بينها الأزمة الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة. ويضفي تقدم تيار أقصى اليمين في الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومات أوروبية يضفي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل علاقات تلك الدول ومواقفها من قضايا لم يتم حسمها مثل الهجرة واستقبال اللاجئين. ينضم إلينا من برلين دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث بالشؤون الدولية، أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتور رضوان، في البداية ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى صعود التيار اليميني في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وكيف يمكن تفسير التقدم الساحق للأحزاب اليمينية على الأحزاب التقليدية ذات الثقل السياسي في أوروبا؟ نعم، أولاً اسمحي لي أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الأعزاء. حقيقة الأسباب هي كثيرة ومتعددة، ليس سبب واحد ولا اثنان، بل كثير من الأسباب التي جعلت تقدم أحزاب اليمين في أغلب الدول الأوروبية يتصاعد بشكل سريع. لنتحدث أولا عن السبب الأول، وهو فشل الحكومات السابقة التي كانت تحكم هذه الدول في سياساتها خلال الفترة الماضية. كان في الماضي أو في الفترة السابقة الوضع الاقتصادي الداخلي هو الأكثر تأثيرا على هذه الانتخابات. عندما تجرى الانتخابات يوضع لكل حزب برنامج اقتصادي وسياسي معين، أغلبه يتحدث عن الداخل ولا يكون هنالك اهتمام كثير أو كبير في الخارج الذي يؤثر على الداخل الانتخابي أو على الشارع الأوروبي حتى يصوت هذا الأوروبي في هذا الصندوق أو ذاك أو لهذا الحزب أو ذاك. الآن اختلف الوضع. أولا الوضع الاقتصادي في الداخل الأوروبي وضع منهار جدا، هنالك تضخم، هنالك ارتفاع في الأسعار. طبعا هذا جاء من خلال السياسات التي تتبعها الحكومات الأوروبية، أكان مع روسيا ودعمها لأوكرانيا، أكان في موضوع فلسطين، أكان مع الصين، كل هذه المسائل. وهذا دل على شيء يدل أن الوضع الاقتصادي الداخلي ليس هو الوحيد الذي يتحكم بمصير الانتخابات، بل أيضا الوضع السياسي الخارجي. يعني سياسات الدول الخارجية لها تأثير كبير على الداخل الأوروبي. من هنا نفهم لماذا الشارع الأوروبي بدأ يتأثر في موضوع غزة مثلا، في موضوع الحرب مع روسيا، في موضوع الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية التي تتصاعد نحو التصعيد مع الصين، وكل هذا يعود إلى السياسات الأمريكية التي تدير هذه السياسات الأوروبية. يعني بمعنى آخر إذا صح التعبير، لم يعد هنالك سياسات أوروبية، بل أصبحت القيادات في الدول الأوروبية للأسف الشديد مسلوبة الإرادة، إلى أن وصل الأمر أن يعني تتبع السياسات الأمريكية حتى على مصالح شعوبها، حتى على اقتصاد شعوبها. وهذا ما رأيناه مثلا في موضوع روسيا، أكثر المتضررين هي الدول الأوروبية، وأكثر الأكثر تضررا هي ألمانيا تحديدا، لكن تحت الضغوطات الأمريكية أصبحت ألمانيا هي الداعم الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمعنى آخر دكتور، يعني هل ترى أن هذا الصعود يعكس رغبة الشعوب الأوروبية في التحرر من الهيمنة الأمريكية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تحالفات الدولية مثل الناتو؟ نعم، بالتأكيد يؤثر كثيرا، وخاصة أن الأحزاب اليمينية الصاعدة
والتي تفوز في الانتخابات في مجمل الدول الأوروبية تنطوي على الداخل، بمعنى آخر منهم من يطالب من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، منهم من يطالب الانسحاب من حلف الناتو، منهم من يعني يطلب من الحكومات عدم التوغل في السياسات الأمريكية واتباع السياسات الأمريكية على مصالح شعوبهم. وكذلك بالنسبة للصين، يعني رأينا اليوم تحت الضغوطات الأمريكية بدأ التوتر يتصاعد بين الأوروبيين والصينيين، ونحن نعرف أن الشارع أو بالأحرى السوق الصيني بالنسبة للدول الأوروبية هو من أهم الأسواق العالمية. فلو تعطل هذا السوق أو أصبح هنالك نوع من الخلافات لاختنق الاقتصاد الأوروبي أكثر ما هو متدهور. لهذا نعم الدول أو الأحزاب اليمينية التي وصلت إلى الحكم أحيانا وهي في طريقها في أحيانا أخرى، أولا تدعو إلى السياسة الداخلية أكثر منها الخارجية، تدعو إلى مصالح دولها قبل المصالح الأخرى، وثانيا أن يكون حسن الجوار مع الدول القريبة أكثر منه مع المواجهة أو بالأحرى مع المواجهة ضد روسيا أو ضد بعض الدول العربية أو يعني في المواقف التي تتخذها أو بالنسبة للصين. كل هذا يدل على أن هذه السياسات تريد الخروج من السيطرة الأمريكية ومن الضغط الأمريكي الذي يعني يكون على حساب هذه الدول الأوروبية للأسف الشديد. أيضا يعني هل يمكن أن يتراجع الدعم الأوروبي للرئيس الأوكراني زيلينسكي في مواجهة روسيا نتيجة صعود اليمين تفضل. يعني هنالك نقطتين رئيسيتين، اولا يجب علينا ان ننظر الى ما هو في الداخل الاوروبي. مثلا هنالك انشقاقات في الداخل الاوروبي، يعني راينا مثلا رئيس وزراء هنغاريا المجر ذهب الى روسيا او بطريقه الى الذهاب الى روسيا، وكان ايضا في أوكرانيا وطرح موضوع عملية السلام وعملية الذهاب إلى مفاوضات إلا أن رفض طلبه. بل أكثر من ذلك بعض الدول الأوروبية للأسف الشديد انتقدته، والسيد جوزيف بوريل الأمين العام للاتحاد الأوروبي قدم يعني العلاقات الخارجية يعني انتقد كثيرا زيارة السيد أوربان واعتبر أن هذه زيارة فردية ليس لها علاقة من الاتحاد الأوروبي، هذا يعني تصعيد. كذلك السيد شولز المستشار الألماني. بمعنى آخر أن الخلافات في الداخل الأوروبي سيكون لها تداعيات كثيرة في الوضع في المستقبل، إضافة إلى المسألة الأساسية القادمة، وهذا ما يخاف منه أو يعني حقيقة ينزعج منه الأوروبيون وينتظرون ويترقبون بحذر شديد، وصول ترامب إلى سدة الحكم فيما لو وصل بالانتخابات. رأينا مثلا ما حصل في فرنسا، هذه الأحزاب اليمينية هي أقرب إلى سياسات الترامبية إذا صح التعبير بهذا الكلمة، وأقرب إلى التفاهم مع روسيا بدل الخلافات. هذا يعني أن كل هذه الحكومات التي اليوم في السلطة ستسقط، كما سقطت الأحزاب اليوم في فرنسا وفي ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي. بمعنى انفضحت الصورة. نعم دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث بالشؤون الدولية، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانسحاب كامل للقوات الأوكرانية من مناطق أعلنت موسكو انضمامها إلى الاتحاد الروسي، وقال بوتين إنه يجب خروج جميع القوات الأوكرانية من دونياسك ولوغانسك ومحافظتي زابوريجيا وخيرسون من أجل وقف نهائي للصراع الروسي الأوكراني. خطفت إسبانيا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من يورو 2024 بفوزها القاتل على ألمانيا بهدفين لهدف واحد. تقدم الماتادور أولا بهدف داني أولمو في الدقيقة 51، ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 89 بتوقيع فلورين فيرتس،
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لجأ الطرفان للشوطين الثالث والرابع، والذي شهد خطف ميكيل ميرينو هدف العبور لنصف النهائي لصالح منتخب إسبانيا في الثواني الأخيرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك معنا عربي. بعد هذا العبور الذي وصف بفوز قاتل، يعني كيف هي الأجواء من حولك بعد هذا الصعود في ربع نهائي بهذه البطولة التي هي تعد الأبرز بعد مونديال والأكثر متابعة من مشاهدي كرة القدم؟ بالتأكيد حالة من الحزن تخيم على الجميع الآن في ألمانيا. هذه الشوارع التي بخلفي كانت مشتعلة عندما سجل المنتخب الألماني هدفه الأول في شباك المنتخب الأسباني، ولكن الآن هناك حالة بالفعل من الحزن تخيم على الجميع. شهدنا هذه المباراة تحديدا مع أربعة من الجماهير الألمانية، والجميع يعني أكد على كلمة واحدة، والمنتخب الألماني كان يكافح طوال الوقت للدفاع عن اسمه بشكل عام بعد كل الهزائم التي مني بها المنتخب الألماني في الأعوام السابقة في بطولة 2020 وفي كأس العالم، لكن هذه المرة كان يكافح المنتخب الألماني، وكان من المفترض حتى حسب المحللين بعد المباراة بشكل مباشر كان يفوز المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف للمنتخب الأسباني. كان هناك ثأرا مبيت للمنتخب الألماني منذ البطولة الأخيرة بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2020 عندما فاز المنتخب الأسباني بستة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب الأسباني في البطولة الأخيرة قبل 4 سنوات. لذلك كانت نفس الذكرى، يعني كانت موجودة الذكرى السيئة موجودة للجماهير الألمانية، وعادت مرة أخرى يتحدث الجميع عن هذا الأمر، لكن في النهاية أدى المنتخب الألماني بشكل جيد جدا حسب الجماهير. كل الجماهير التي جلسنا مع لمشاهدة هذه المباراة وحتى في الشوارع الألمانية راضية بشكل كبير جدا عن أداء المنتخب الألماني في هذه المباراة. أنا بشكرك شكر جزيل من برلين الزميل عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ستارمر يختار جون هالي للدفاع وديفيد لامي للخارجية وإيفات كوبر للداخلية في الحكومة البريطانية الجديدة. 10 شهداء جراء غارات للاحتلال على مناطق شرقي مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. والصحة العالمية تحذر من نقص الوقود الذي يشكل خطراً كارثياً على النظام الصحي في قطاع غزة. مشاهدينا شكراً لطيب المتابعة وشكراً لك منى. شكراً لك رغدة، وشكر موصول للسادة المشاهدين. وخدماتنا الإخبارية متواصلة ومتلاحقة عبر 24 ساعة، فابقوا معنا القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.